مبارك مات يا جماعة، البقاء لله، كلنا هنموت، محدش هيعيش ومحدش هيعمر فيها، وما دام لوجه الله. لكن في معلومة جديدة لكتير قوي من الشعب المصري ما يعرفهاش، ان مبارك شارك في 3 أفلام سينمائية. دي حقيقة. الفيلم الاول كان في سنة 51 قبل الثورة، كان مع شادية وكمال الشناوي وسراج منير وماري منيب. الفيلم كان اسمه ليلة الحنة. هو كان قايم بدور ضابط طيار، هو طلع في مشهد واحد ككومبارس، وكان قايم بدور ضابط طيار بعد ما بقى رئيس ومسك الرئاسة. طبعا قص المشهد ده من الفيلم الخام، فانتوا مش هتلاقوا ده موجود اصلا في الشريط النهائي. ده بالنسبة للفيلم الاول. الفيلم التالت، خلونا بس للفيلم التاني لان الفيلم التاني له نقلة. الفيلم التالت كان سنة 1978 بعد انتصار اكتوبر. شارك في مشهد في فيلم العمر اللحظة بتاع الفنانة ماجدة الصباحي واحمد مظهر وإيهاب نافع، وكان معاهم احمد زكي ونهيد شريف ومحمد خيري، واخرج طبعا محمد راضي. هو طلع في مشهد مع احمد مظهر والمشهد ده اتقطع برضو، اتشال، اتحذفوه بعد ما بقى رئيس زي المشهد الاولاني. لكن المشهد الثالث بقى او الفيلم الثالث اللي شارك فيه للاسف ويبدو ان هو سقط منهم او ما افتكروهوش كويس، كان برضو شارك فيه برضو بدور ضابط طيار او قائد سرب الطيران في احد المشاهد مع كمال الشناوي، وهو بيوجه للطيارين اللي كان منهم كمال الشناوي. فلكن ده موجود حالا واحنا هنزيه دلوقتي، فيا رب تسعدوا بيه.